وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. دكتور علي، بداية وبعد التحية، نتحدث عن أن العالم كله الآن أصبح أننا أصبحنا في مأزق وأن الطبيعة غاضبة علينا. حتى في بداية هذه الجلسة النقاشية كان هناك فيلم من ضمن ما جاء في هذا الفيلم عن التغيرات المناخية، أن وكأن الأرض تقول اغسلوا أيديكم من أفعالكم السابقة، وأنها تعبر عن غضبها بشكل كبير. إلى أي مدى الطبيعة بالفعل غاضبة مما يحدث فيها؟ غضب الطبيعة طبعا يتمثل في الظواهر الجوية التي تحدث من المناخ وتؤثر في البيئة بشكل عام. غضب الطبيعة نتج عن النشاط البشري للإنسان منذ عام 1850 وبداية الثورة الصناعية. غضب الطبيعة بيظهر في النشاط البشري للإنسان وقطع الغابات وحرق المخلفات الزراعية. غضب الطبيعة بيتمثل في الظواهر الجوية العنيفة والأعاصير التي تضرب البلاد العظمى أمريكا والصين ولا يستطيعوا مجابهة هذه التغيرات المناخية. غضب الطبيعة يتمثل في كل شيء بيعمله الإنسان مخالف للطبيعة، وبالتالي لابد للبشرية جمعاء أن تعود إلى الطبيعة، بمعنى أن تكون هناك أنشطة بشرية صديقة للبيئة، أنشطة بشرية تدعم الاقتصاد الأخضر، أنشطة بشرية يتشارك فيها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والشعوب وجميع المنظمات المدنية والأهلية. نعم. إذن دكتور علي، هذا ينقلنا إلى النقطة والتي تحدث في مصر الآن. عندنا محطة بنبان، عندنا مشروعات كثيرة صديقة للبيئة. النهاردة سيادة الرئيس أيضا كان بيذكرنا بمشروع الإحلال والتجديد، بيذكرنا بأن حتى مشروع حياة كريمة كان من ضمن أهدافه هو المحافظة على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية. دعنا نتحدث عن فكرة الاقتصاد الأخضر والذي أصبحت مصر أيضا تنتهجه، وفكرة أن مصر ستستضيف بإذن الله مؤتمر المناخ 27 وما تقوم به مصر. في الحقيقة طبعا مؤتمر المناخ التي سوف تستضيف مصر على أرضها في مدينة السلام بشرم الشيخ، هذا حدث عالمي. والحدث العالمي ده معناه أن بيلفت أنظار العالم إلى مصر، ليس سياسيا ولكن علميا، أن ينظم مثل هذا المؤتمر في مصر، وأن يعرض من خلال هذا المؤتمر ما تقوم به الحكومة المصرية من انتقال للاقتصاد الأخضر وتفعيل للاقتصاد الأخضر، زي ما أشرت حضرتك والسيد فتحي السيسي رئيس الجمهورية أشار في خطابه إلى استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة مستخدما الطاقة الكهربائية النظيفة الصديقة للبيئة. حتى هذا التحول تدريجيا يعتبر شيء إيجابي جدا جدا جدا، ولكن هل كل دول العالم في أفريقيا وأسيا قديرة أنها تواجه مثل هذه التغيرات؟ التغيرات المناخية محتاجة مبالغ مادية كبيرة، محتاجة تخفيض الانبعاثات الكربونية من قبل الدول التي تصدر هذه الانبعاثات الكربونية للعالم، وهي معروفة تماما، الصين والولايات المتحدة الأمريكية وما شابه هذه الدول. ولهذا كان هناك مطالبة من قبل الدول النامية للدول المتقدمة بأنها عليها أن تشارك في هذا الأمر. وأيضا سيادة الرئيس في مؤتمر كوب 26 تحدث وأكد مرارا وتكرارا على أهمية التعاون بين دول العالم، وخاصة أن أغلب الدول المتقدمة لها نسبة كبيرة في تلوث المناخ. بالتأكيد، ويمكن عاوز أقول أن دول أفريقيا وأسيا هي الدول الأكثر تضررا من الانبعاثات الكربونية، لأن الانبعاثات الكربونية فقط ليست على سطح الكرة الأرضية من سيارات أو من أشياء قبيل ذلك بقطع غابات، لكن الانبعاثات الكربونية مختلفة وتنتج في عمود الهواء في طبقات الجو العليا، وتأثيرها بيعود على سطح الكرة الأرضية متمثلا في طبقة الإيزون الذي يحدث بها تخلخل. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في وكالة ناسا أصدرت
بحث علمي يشير إلى أن هناك خلل في طبقة الإيزون، وبالتالي سيعود ذلك بتأثير سلبي على سطح الكرة الأرضية. لابد من وقفة كاملة من قبل هذه الدول حتى يكون لشعوبها الحياة نظيفة والحياة بعيدا عن الصحة السلبية. يعني في أفريقيا متأثرين بهذه التغيرات المناخية في انبعاثات كربونية سواء كان على سطح الأرض أو المصانع المنتجة لمثل هذه الانبعاثات الكربونية، لكن الإمكانيات المادية لا يستطيعوا توفير صحة جيدة لأبنائهم، لا يستطيعون مواجهة التغيرات المناخية بفلترة المصانع المسببة للتلوثات البيئية، لأن كده تكلفة مالية عالية جدا. ولذلك زي ما أشرت حضرتك يجب على هذه الدول دفع المبالغ المادية المالية التي أشار إليها مؤتمر باريس في 2015 واللي حضر أيضا السيد رئيس الجمهورية، ومطالبة تنفيذ بنود وتوصيات مثل هذا المؤتمر، وهي دفع ما قيمته 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة في هذه الانبعاثات الكربونية، وبالتالي أيضا متابعة رصد هذه الانبعاثات الكربونية، لأن ما سينتهي به العالم ليست في خلال 10 سنوات أو 20 سنة، ولكن سنوات كبيرة قادمة سيؤدي إلى دمار لكوكب الأرض. هو بالفعل أيضا دكتور علي، ويمكن الموضوع ده ليس الشأن العلمي يعني اللي هتكلم فيه، إن قديما أو مش قديما يعني منذ سنوات كانت هناك عبارة إنه عالم واحد نسمعها وتمر مرور الكرام، فكرة طبقة الأوزون وما يحدث لطبقة الأوزون نسمعها وتمر مرور الكرام، فكرة الحفاظ على البيئة والفريون وأن الفريون يضر بالبيئة والمناخ تمر مرور الكرام. الآن أصبح الكل يتحدث عن هذا الأمر، ربما منذ سنوات كنا نعتقد بالفعل وهذه حقيقة أننا لن نرى هذا المشهد وأن الطبيعة غاضبة علينا بهذا الشكل، وأنه ربما بعد 100 أو 200 سنة سنجد نتائج أفعالنا، لكن الآن أصبحنا نراها. بالفعل أنا تحياتي للسيد رئيس الجمهورية ومؤتمر الشباب لمناقشة مثل هذه القضايا العالمية التي تهم الشعوب قبل الحكومات، وبالتالي تحياتي أيضا لحكومة جمهورية مصر العربية لما تقوم به من مشاريع استثمارية يعني تقوم لبيئة نظيفة، مثلا أنا لا أنافق ولكن أتحدث عن بالفعل مشاريع إنشاء مدن جديدة خارج المحيط السكني لتخفيض أعداد السكان وتوزيع عادل لأعداد السكان، مدن جديدة، العاصمة الإدارية، العبور، القاهرة الجديدة، إخراج عدد كبير جدا، ده بيعطي فرصة لتقليل نسب الانبعاثات الكربونية داخل العاصمة، بالإضافة إلى توصيات بأن هذه المدن الجديدة تبنى على مساحة 60% و40% مساحات خضراء، استبدال للسيارات القديمة المستعملة بالسولر والبنزين إلى سيارات حديثة تستخدم الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إنشاء طاقة شمسية، محطة طاقة شمسية اللي أشرت إليها ببيبيان، واستخدامات للعديد من المشاريع الأخرى، القطار الكهربائي سيوفر أعداد كبيرة من السيارات، وهكذا كلها مشاريع استثمارية. حضرتك كمان أشرت لنقطة مهمة جدا يا دكتور علي، فكرة المدن الجديدة وأهميتها حتى تكون المساحة أرحب وأيضا المناطق المزروعة تكون نسبتها أكبر مما نعيش فيه في الوقت الحالي حتى يتم امتصاص ثاني أكسيد الكربون بدلا ما نحن فيه. طبعا احنا ده كلام حضرتك منطقي، وبالتالي يا استاذه لازم يكون في تنفيذ لهذه المشاريع وجديه ومتابعه من قبل الحكومه على هذه المشاريع بانها فعلا مطابقه للبيئه العالميه، حفاظا على صحه شعبنا وحفاظا على ايضا اموالنا. النهارده لما بيحدث مرض لا قدر الله، امراض صدريه نتيجه للانبعاثات الكربونيه او لامراض الرئه، ده بيؤثر سلبا، بيكلفنا كتير. تخيلي حضرتك النهارده الوقايه افضل من العلاج، احنا بنقي انفسنا بالمسطحات الخضراء، بانتاج غاز الاكسجين اللي محتاجينه النهارده لا قدر الله واحد مريض بمرض رئوي او صدري بيحتاج انابيب اكسجين، طب ما ربنا مدينا هذه هذا الغاز اللي هو غاز الاكسجين للجسم للاستنشاق والاستمتاع بالمساحات الخضراء، راحة نفسية كبيرة جدا بتنعكس على الصحة العامة
لشعوبنا. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذه المشاريع مستمرة ومتلاحقة وتنفيذها ليس يكون في وقت في مصر ولكن على مستوى أفريقيا، حيث أن مصر بتمثل أفريقيا بالكامل في مثل هذه المشاريع. طب دكتور علي، سؤال ربما يكون الأخير، إن كانت أغلب الدول المصدرة لما هو مضر للبيئة في حالة من حالات الجدية وعازمة بالفعل على أن يكون هناك تصدي لما يحدث، ما عدد السنوات الذي نحتاجه حتى تعود البيئة إلى ما كانت عليه؟ أم أن هذه البيئة وهذا المناخ لن يعود مرة أخرى؟ لا نعلم، حضرتك الأستاذ في هذا الأمر، إذا نريد الإفادة. الإفادة في أن هل هذه الدول الصناعية الكبرى المصدرة لغازات النيتروجين وغازات الميثان والإيثان والغازات الكربون، هل ستتوقف في إنتاج وتصدير مثل هذه الانبعاثات الكربونية؟ إذا حدث بالفعل وكانت جدية سيكون هناك تغير للأفضل، وبالتالي نعود إلى النقطة الثانية، إن إحنا نبدأ بنخفف الانبعاثات الكربونية ونبدأ نصلح نواجه، محتاجة إلى سنوات وسنوات وسنوات. كم تقريبا؟ دعنا نتخيل، يعني نرى الصورة المبهجة المشرقة أننا إن تخيلنا هذا الأمر. بيتوقف على مدى فاعلية هذه الدول. لو تخيلنا إن النهاردة في كوب 27 الذي تعقد في جمهورية مصر العربية اتخذت القرارات بوقف تصدير تدريجيا، محتاج على الأقل من 20 إلى 30 عاما. نعم دكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، جزيل الشكر لحضرتك.